أنا مش من الناس اللي تتغير عليك في المعاملة مرة واحدة أو تغير أسلوبها معاك بسهولة. بالعكس، أنا بصبر وبعدي مرة واتنين وتلاتة وبدي بدل الفرصة 10. عشان كده عايزك تتأكد 1000000% إني لو اتغيرت معاك ده معناه إني جبت آخري وطاقتي خلاص خلصت. عشان ببساطة أنا عمري ما كنت بياع ولا بتخلى بسهولة. بالعكس، مش هتلاقي حد بيصبر وباقي على اللي معاه قوي بالشكل ده. مش هتلاقي حد زي في عز غلطاتك يدور لك على أعذار ومبررات عشان يسامحك بيها وما يشيلش منك. مش هتلاقي حد زي بيجي على نفسه عشان خاطر اللي معاه ويقول معلش خليها عليا. وده كله على فكرة مش تهاون مني في حق نفسي أو ضعف وقلة حيلة، لأ، بس عشان أبقى راضي ضميري جدا من ناحيتك ومن حقي بعدها طالما عملت كل اللي عليا وما تقدرتش في الآخر إن أتغير وأخد بعضي كمان وأمشي. وساعتها خليك عارف ومتأكد إني خلاص مش راجع. أصل لما بقفل صفحة وبقلبها ما برجع لهاش تاني أبدا.